كل التحيات لكم أصدقائي متابعين معكم برامج تلفزيون لبنان محطتنا اليومية مع مشاكل وحلول بهالوقت، ولكن مشاكل اليوم قد تكون من المشاكل يلي تعتبر قيد المتابعة كل الأيام بفصل السنة الدراسية، وحتى بأيام الأعطال منسعى أنه نكون مواكبين لأنه الواقع المشكو منه كبير جداً. ضيوفنا بهذه الحلقة هن معنيين بدرجة أولى بمراحل كثيرة، نحن بنحط الحق وبنقول لجان الأهل ما طلعوا قدا، لجان الأهل ما تحركوا، عندهم صلاحيات ما استعملوها وهن مفترض يكونوا حماتنا. بكثير من المرات بنسأل مدراء المدارس بيقولوا الواقع بيقول 1+1=2 وفق كل القوانين المرعية الإجراء، ولكن مفترض التعاون لحتى نقول انه في مصاريف بتتكبدها الصروح التربويه الاهالي عليهم يتحملوا جزء منها، ويا ريت الحال هيك، لانه اللي راح نشوفه بالريبورتاج بعد شوي ومن خلال الاسئله الصريحه جدا والاجوبه الاصرح مع ضيوفنا يمكن نجسد واقع مر للغايه مع بدايه هذا العام. اسمحوا لي نرحب برئيس لجنه لجان الاهل بالمدارس الكاثوليكيه كسروين الفتوح وجبيل السيده ميرنا خوري. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك استاذ. يعني مع احترامي لك قلنا رئيس اتحاد. اي ما بيأثر، مقبوله منك. طول عمرك. ما عندي هالمشكله ابدا. قصتنا يعني اليوم من خلال كل المعطيات رح يكون عندنا اتصال بعد شوي مع بير بطرس عزار، ولكن المهم كثير انه زيادة أسعار الكتب والأقساط المدرسية دائما بينحكى عنها وقت الفصل الدراسي كله، وبالصيفية الأهالي خايفين بيقولوا زادوا علينا ويمكن يزيدوا. بهذه الحال قبل ما نشوف الريبورتاج أنا وأنت، خلاصة هذه الشكاوى أنتم كلجان أهل كيف بتستوعبوها وآلية معالجتها كيف؟ هلا بنحكي بالتفصيل لأنه الأشياء مش مثل بعضها، يعني لما بتقول زيادة أسعار الكتب في عنا صلاحيات مثلا محدودة كتير بهالاتجاه كلجان أهل، نروح على المكتبات بنوسعها شوي. يا ريت، هيدا حلمنا. لما بتحكي بالأقساط هون فعلا عنا يعني إمكانية مراقبة أكتر، يعني بدها تقسيم القصة، ما فيك تحكي عليها كلها. طب بس تسمعي شكاوى من الناس شو بتقولي؟ ظلمتونا، طولوا بالكم علينا، كونوا محلنا، تعالوا نتبادل الادوار. في اوقات بقول هيك، في اوقات بقول لما بتكون قايم بواجباتك كامله وعامل هيك مسيره كفاح لتوصل للي وصلت له، مش بيقولوا لك شو عملت، اكيد بدك تحس هيك. وهلا يعني بنفصلهم وبقول لك نحن شو دورنا، شو دور لجنة لما بتقول للواحد انت ما عم بتقوم بدورك، حدد له دوره شو. نعم. هو وشوف اذا فعلا عم بيقول بيقوم بدوره ولا لا. تسمحي لي نبدا سوا بريبورتاج؟ طبعا. يعني من خلاله هلا المخرج سلام المعلم خليفه رح تمرق لنا ريبورتاج تحت عنوان رفض زياده اسعار الكتب والاقساط المدرسيه، بنشوفه وبنرجع نتابع سوا. مدارس تلاقيها مثلا زادت اقساطها، وفي مدارس مبدئيا بتضل على القسط، بترجع بنص السنه عم بيرجعوا يرفعوا الاقساط، يعني هي الشغله صارت معروفه. هلا بالمبدا انا حسب ما بشوف دائما وعم بحس انه وزير التربيه الله يعطيه العافيه كثير 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 عم بشدد على هالامور وعم بتابع كل هالامور. ايام صعبه على كل العالم واشغال بالبلد مش كثيره، يعني العالم من شيء ما شيء عم بيقطعوا على حالهم، وهذا لحتى يقدروا يعلموا اولادهم، وخاصة اللي بالجامعات، يعني وسط الجامعات كتير كبير وهذا. وهلا انا عم اقدم طلب هون مشان شغل لحتى اقدر كفي الاولاد بالمدرسة بالجامعة. وهاي البلد بتنام عشية بتقوم عشية، ما في رقابة على شيء، لا أكل لا شرب لا كتب. أنا مثلا كل سنة كنت انتخب، صار لي 3 سنين وعم بنتخب وما راح انتخب. ليش؟ لأنه ليش شو؟ هي الأقساط عم تنزاد كل سنة، المدرسة عم بتزيدها تلقائيا، يعني بتنزاد على القسط، هيدا مش على واحد، على كل العالم. فمفروض العالم يمكن تقوم صرختها
لحتى يحسوا شوي مع المدارس، يحسوا شوي مع المواطنين. هلا هي صرخه العالم لانه بالمدرسه عم ياخذوا منهم قرطاسيه، شو بيعطوهم؟ دفتر وقلم ومحايه، وبيجوا بيقولوا لهم انتم بدكم تشتروا كل شيء. مشان هيك ما العالم عم تدفع بالمدرسه قرطاسيه، بلاس بتجي اول 10 ايام من المدرسه بدهم دفتر، بدهم قلم، بدهم محايه، بدهم كذا. نحن ما عندنا مشكله نحط مدارس رسميه، بس ما انت بدك تعمل كومباريزون بيناتهم، يعني بغير بلدان المدرسه البابليك يعني هي شابوبا بالنسبه احلى من المدارس الخاصه، بس نحن عندنا ما هذا الشيء مش موجود، ما انه موجود عندنا المدارس الكاثوليكيه اللي عندنا. يعني المفروض انه تكون تقدر تساعد العالم، مش انه 12 مليون او قسط الولد ببلش مرات ب 6 ب 7 مليون الزرابه. بالنسبه للكتب في اشياء غاليه واشياء رخيصه، في اشياء بتجي من برا حسب المناهج حسب سعر الاورو وكذا، بس المدارس هي الاقساط اكثر شيء هي اللي بتكعمنا. بعدين في شغلات عم بتصير بالمدرسه تجاريه، يعني انه قميص مثل هيدي حقها 10000 ليره بالسوق، عم يجي يقولوا لك بدك تغيرها اليوم لانه حطينا عليها لوجو مدرسه حقها 60000، انه هاي سرقه. يعني عم بتصير مثل التجاره، بطل في علم، في سرقه بالعربي. يعني كل سنه عم تنزاد الاقساط للمدارس بالنسبه للمدارس، والكتب المدرسيه كمان عم تغلى، وبيجيك كوستيم فورنيتور كله غالي بغالي. هو المعاش هو ذاته، انت بتدفع زياده، عم تدفع من لحم الحي لحتى تغطي العليك. هلا في مدارس صراحه يعني عم بيزيدوها كثير بالمتطلبات وبالكتب وبالقصص، يعني ما عم بيشعروا ابدا مع الاهل يعني. وفي مدارس كثير عم يشعروا مع الاهل، يعني بحسوا انه في اشياء مش لازم انه نزيدها، لازم شوي انه نقلل على الاهل. وفي ناس وفي مدارس بتساعد حتى بالقصوطة يعني، وفي مدارس ابدا وما بتخصم ابدا. يعني حتى القرطاسيه وقت عم بياخذوا قرطاسيه وما عم يعطوا قلم للولد. هلا بعض الزيادات هو مرتبط باوضاع المدارس، يعني في عندك مدارس كبيره يمكن عندها مصاريف اكثر، نحن هون ما زدنا، لقينا انه مصاريفنا هي ذاتها، بقينا على نفس الوضع. هلا دائما الناس بتشكي، بس في مدارس كمان اقساطها مقبوله، يعني الناس بتروح بتنقي هي مدارس غاليه وبتقول لك المدارس غاليه، في مدارس اخرى اقل يعني كلفه بيقدر الواحد يروح ويسجل بهالمدارس. يعني هلا بالنسبه للغلا يمكن احيانا بيكون في يعني شويه اجحاف، هلا ما بنعرف السبب ليه، هل يا ترى لانه في مصرفات اكثر هناك او بيقدموا اكثر، ما بنقدر نعرف. اكيد في شويه اجحاف، بس عمليا في كثير كمان مدارس عم بتقدم، يمكن بعض الناس بيقدموا يعني لأشخاص متوفي المعيل أو في عندهم حالات مرضية بتحدث بأثناء السنة. من هيك يعني الموضوع دايما في أخذ ورد، ولجان الأهل هني اللي بيوقعوا على الميزانية. يعني الأهل عندهم دور كتير مهم، بيجوا هني بيطلعوا وبيشوفوا أنه إذا كانت المصاريف، لأنه هي مقسمة 65% لازم يكون معاشات أساتذة، وال 35 الباقي لازم يكون صيانة، سرقة، حرامية، قد ما بدك أقول المدارس. هلأ لما بيجوا لجان الأهل وبيشوفوا هني أنه في لا طلعوا، لازم هني يتحركوا، والميزانية بتتقدم لوزارة التربية. بس لما وزارة التربية بيوصلها ميزانية موقعة من رئيس المدرسة ومن اثنين من لجان الأهل يلي هني منتخبين، شو بدها تقول لي؟ وصدقني أنه في مدارس كتير كاثوليكية خصوصا، لأنه أنا عضو بالأمانة العامة، في مدارس احيانا عم بتكون مكسوره. هلا البعض رح يقولوا انه عم ندافع، بس في مدارس حقيقه عم توقع بكسر. لا انا ولا المرجعيات تبعونا ولا اصحاب المؤسسات الشريفه والى اخره واللي عندهم ضمير بيقبلوا انهم يتخطوا القانون اللي هو بيفرض زياده على قسط المدرسة. نعم. من خلال الالتزام ببنوده. نعم. أما في حال كانت هالبنود هيدي مش محترمة، معناتها نحن الموازنة اللي بدها توضع المدرسة ما بتكون فيها شفافية، وبالتالي ما بيكون فيها تعاون مع لجان الأهل ومع الدولة ومع إدارة المدرسة بين هالثلاث المكونات الثلاثة، حتى يكون نحو مع احترام حقوق المعلمين ومتطلباتهم وإلى آخره. نعم.
ما بتكون الموازنة فيها الدقة وفيها الشفافية اللي مطلوبة. لذلك ندائي اللي هون بعتقد يعني الست ميرنا كانت عم تحكي عنه انه لجان الاهل لهم دور بدهم يقوموا فيه، وبالتالي في التعاون اللي بده يكون قائم ما بين الاهل وما لجنة الاهل وما بين المدرسة للوصول الى عدالة الموازنة وللوصول الى شفافية الموازنة. من هون يعني هل هالموضوع هيدا كتير عزيز على قلبنا، والمشكلة انه اللي عم يتعاطوا بهالموضوع هن يا اما ما شاركوا بانتخابات لجان الاهل، يا اما ما عندهم اطلاع على القانون، يا اما منهم عم يعرفوا الوضع التربوي كيف عم بيصير وشو انعكاسات الغلاء المعيشي وال شو اسمه والقوانين اللي طلعت واللي عم بيقولوا انا بدها تطلع الى اخره على القصة المدرسي. لهالسبب هون الاعلام له دور كثير كبير انه يكون عم بيقوم بحمله هالتوعيه، وانا بشكر كل الوسائل الاعلاميه اللي عم تستضيفني بهالايام لتوضيح هذا الامر. ابونا بس يعني سؤال بديهي بيطرح نفسه، يعني الاقساط بنقول للناس انه بهذه المرحله ما في ريحه الزيادات ابدا، تنطمنهم مرحله اولى. استاذ نقولها، انا ما بقدر بقول ولا حضرتك ولا وزير التربيه ولا ست ميرنا مع احترامي لكم، في زياده او ما في زياده، في موازنه بدها تنعمل، الموازنه اللي بتقرر اذا في زياده ايه او لا. بس ان نخترع قوانين او نتخوف من صدور قوانين او نقول يمكن بده يصدر حتى نعمل زياده على القصه المدرسي، هيدي انا بنفيها كليا. طيب لذلك منطق الموازنة هو اللي بيقرر موضوع الزيادة أو عدم الزيادة. طيب أبونا بموضوع الكتب، يعني كمان الأهالي في عندهم يعني هاجس وعم بيقولوا أنه حرام يعني الكتب ما عم بيقدروا يعني إلا ما يخصصوا لهم الميزانية الكبيرة. نعم. يعني من خلال يعني دورك ومكانتك، وكمان بدي أسأل الست ميرنا، قديش مهم نقول أنه ليش ما بنعتمد الآيباد مثل ما كتير من المدارس لجأت، وبنسعى أنه نجزي يوم بيوم مرحلة بمرحلة فصل بفصل دروس أولادنا عبر لوحة إلكترونية بين إيدينا؟ السؤال اللي أقول للست ميرنا إلك أنت ورح نسمع الست ميرنا بعد شوي. فالموضوع يعني هيدا الموضوع نحن ما منعرضه بالمبدأ، نعم، ولكن ما فينا نتكل على الموضوع هيدا فقط، لانه بالنهايه الكتاب هو اللي باقي. نعم. اللي بيبقى، ونحن ما بدنا نشيل ثقافه المطالعه وثقافه الكتاب وكرامه الكتاب من بين ايدي تلاميذنا. بس بدها موازنه كبيره ابونا اذا بتسمح لي. يعني اللي عنده ولد بالمدرسه بيروح لحتى يبيع الكتب بيكون دافع 500 600 الف، حده 18 و15 ألف عم ترجع المكاتب تشتري كل رزمة الكتب، وعذرا لهذا الاستعمال يعني بهالكلمة، 15 و18 ألف يعني 10 دولار. يعني مشان هيك عم نقول شو بدنا فيهم الكتب إذا كانت سبل المطالعة متوفرة عبر التواصل الاجتماعي. نعم. لا هذا ما بيكفي، اليوم بدك تعمل ثقافة عامة بمجتمع، يعني بعض الدول ما يعني ما نقول مثل الدول، نستشهد بدول والدول هيدي. يعني امبارح كنا نحن والأوروبيين بمؤتمرنا عن البيئة اللي كان بلبنان، كنا مع الأوروبيين وعم بيقولوا نحن بعد في عندنا حذر على هذا الموضوع. يعني ما نجي نقول إنه كل الدول عم تعمل هيك، لا مش كل الدول عم تعمل هيك، مشكلة عم تترك مساحة كثير كبيرة للكتاب مع إمكانية استعمال الوسائل الأخرى. ولكن أنا هون بدي أقول عن غلاء الكتب يا أستاذنا. نعم. غلاء الكتب مش المدرسة اللي بتفرضه. لا بعرف، أنا عم بأخذ دورك ورأيك بهذا الموضوع مش تنحملك. نعم. مسؤولية، ولكن لأنك أنت بهذا الإطار يعني وكثير مهم يسمعوا كمان الأهل رأي أبونا عزار، بس مشان هيك يعني أنا مع احترامي للست ميرنا وتمثيلها للأهل، أنا ما فيي أتخلى عن المسؤولية اللي وضعتها الكنيسة على عاتقي، اللي هي الدفاع عن حقوق ثلاث فئات، اللي هن الأهل، اللي هن المعلمين، واللي هن استمرارية المؤسسات المدرسية، تنكون كلنا سوا بخدمة هذا التلميذ اللي هيدا أمل المستقبل، هو اللي بده يبني الوطن مستقبلا. وشغلة ثانية بحب أقولها، يعني هون لما المدرسة، لما المشرع عطى حق اختيار المدرسة للأهل، ما كل الأهل بيختاروا هالمدرسة زي ما يكونوا عارفين النظام الداخلي وعارفين الأقساط تبعولها وعارفين الكتب اللي عم تستعملها، ويكون عندهم حرية الاختيار
هن بيختاروا هي او بيختاروا خيرها. اما في حال كان خيارهم لهذه المدرسه وليس لتلك، انا ما يعني ما بيجوز انه يكون عم تطلع من بعض الاشخاص اللي احيانا بيكونوا طارئين على موضوع على هالموضوع هيدا، وببلشوا يحكوا فيه ويوجهوا الاتهامات. لجنه الاهل مش عم بتقوم بدورها، والمدرسه عم تستغل والى اخره. هون يعني اكيد بدها وعي وبدها جرأة باخذ الموقف، وبالرغم انا بعرف انه هالموقف هيدا اللي عم بياخده اليوم عم بكلفني كثير من سمعتي، ولكن هيدا موقف الحق. وصدق من قال لا تقل الرجال لتعرف الحق، بل قل الحق لتعرف رجاله. نعم، على كل بتمنى ابونا نرجع نلتقي نحن وياك مرحله ثانيه وبالاستوديو لحتى نناقش اكثر هالموضوع. انا بدي اشكرك واقول لك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان مرحب فيك دائما. اهلا وسهلا فيك. تسلم ستنا. يعني قديش تعتبري حالك انت اليوم وقت اللي عم يحكي ابونا عزار انت الى جانبه، ولا ببعض الاحيان بتشعري انك انت بموقع اخر ولكن بتلتقوا على هدف واحد باطار الديمقراطيه بالتعبير؟ يعني لا هيدي ولا هيدي، لا مني بتمني ما بعتبر حالي طرف اخر. ليك نحن للحقيقه في شيء اسمه العائله التربويه. نعم خلينا نكون إيجابيين، يعني نحن السنة هيك أطلقنا سنة الإيجابية. برافو. في عندك المعلمين والأهل أولياء الطلبة وأولياء الطلبة، وفي عندك المؤسسة التربوية. نعم. طيب شو إلها معنى إذا قعدنا نتراشق؟ يعني ما خلينا نشوف شو هي القواسم المشتركة ونشتغل عليها. بعدين بيتأسف الواحد أنه قد ما هالوضع بالبلد تعيس ما بقى نتطلع على أشياء تانية. يعني هلأ كم شغلة فت موضوع فتحت أنت وبير عزار؟ نعم. من دون ما تدري. نعم تفضلي. موضوع الآيباد وثقافة الاستغناء عن الكتاب. نعم. موضوع مثلا تربية الولد، الانفتاح على الثقافة الغربية. مزبوط. ما عم نتطلع فيه. موضوع الأكاديمي. يعني كل هودي صاروا ما عم يندرسوا، بس عم نتطلع قديه القصة وقديه حق الكتب. دوماج. يعني حتى التيشيرت لأنه قديش حقها 100%. يعني 100% هيدا للأسف، لأنه ما هي بيقولوا اشبع ثم تفلسف، وفيها شيء من الصح يعني بالآخر. هي هيدا الهم الكبير، بس إنه كمان بدنا نتطلع على شو عم مثلا الشاب قال عم نحطهم بزريبة للأولاد. هالشيء مش صحيح. المدرسة عم تقدم لهم كثير، يعني عم يدفع 12 مليون ليرة ويحطهم بزريبة. يعني نعم. كمان في، عرفت كيف؟ ف هلا بالمواضيع اللي حكيها انا بحب انه يتفصلوا كلهم، وبعدين بحب انه نستند على القانون. مثلا بالقانون المدرسة بتحدد لوائح الكتب واللوازم المدرسية. هلا نعم. اذا بدك بترك لك اياه. نعم. ولكن لا يجوز ان تلزم التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة. هون انت أوكي. بدك تشوف القانون شو اذا لما بتقول لجنة الاهل عم بتقوم بدورة. مثلا انا اذا المدرسة بتبيع كتب بالمدرسة بجيب لها لا، وفقا للقانون انت ما فيكي، بس انا ما فيي روح على المكتبة شوف قديش حقه الكتاب. هاي مسؤولية وزارة التربية، وزارة الاقتصاد. وين حماية المستهلك من تغيير الكتب كل سنة؟ من انتم مش مع تغيير الكتب كل سنة؟ لوك لا، ما اوقات بتبقى في اشياء ما لها لزوم. يعني ما نحن اهل بالاخر، شو انا مبسوطة يعني كل سنة مثلا الخيمة في ياخذ من خي ولا؟ بس هيدي لا مسؤولية لجنة الاهل، وما بعرف قد ايه بتشارك فيها المدرسة. مين اللي بيقرر تغيير الكتب المدرسية؟ هذا بدي اعرفه. هلا دور النشر بيجوا بيقولوا لك ما بعرف للحقيقة، بس اكيد تمرق بوزارة التربية. ووزارة الاقتصاد يعني لها دور كبير. اذا الوزير قال لا يعني لا، اكيد بده يطلع. ما هو نعم. حاطط الوزارة حاطة المناهج، مفروض نعم. تطلع شو هي الكتب يلي عم تتنزل. فلما بتقوله للواحد انت ما عم بتقوم بدورك، بدك تعرف شو هو دوره. انا دوري يتطبق القانون. بالقانون مثلا بحددوا هن بالمدرسة مسمح لهم يحددوا شو هن الكتب، بس مش مسمح لهم يبيعون عندهم. هون انا بقوم بدوري ممنوع تبيعون عندكم مثلا، عرفت كيف؟ طب والاشياء اللي عم تنطلب من الاهل مثل التيشيرتات او يعني مصاريف لبعض النشاطات اللا صفية او الصفية؟ هلا انت كمان بتخيل عندك اولاد اليوم بتروح على المدرسة بتشتري مش تيشيرت، بتشتري تيشيرت صيفية وكنزة شتوية وسيرفيت ما صيفي وسيرفيت ما شتوي وبنطلون وشورت وجاكيت. مزبوط. كل اللوازم في كتير ايتمز. بتطلع دافع كومي. هلا قديش سعر القطعة الوحدة اللي عم يلبسها الولد كل السنة؟ هيدي بتفرق من مدرسة لمدرسة. انا ما عندي شك انه في مبالغات ببعض المدارس، بس انه مش حق مش ما بيبيعوها ب 50 دولار وهي حقها 10 دولار. يعني كمان 60,000 يعني عم
ايه شو هي التيشيرت ب 60,000؟ طيب يسمي شو هي المدرسه ويروح عند بير عزار يقول له هاي المدرسه الكاثوليكيه اللي من ضوي تحت بالقانون ممنوع لواءك يعني. مش بالقانون ممنوع، بالمنطق ممنوع. يسلم تمام. بالمنطق ممنوع. هلا اللي عم بيصير انه نحن بنروح على المدرسه عندنا ولدين ثلاثه، نعم، نشتري الكوستيم الصيفي والشتوي كله بفرد النهار كله، بنطلع دافعين كومي، بنحس انه انظلمنا. سي فعليا بنجزئهم نشتريهم بالتقسيط. اكيد كمان في مبالغات ببعض المدارس، اكيد ما في شك في مبالغات ببعض المدارس. انا ما لكم دورهم، بنرجع بنكرر، لا بالقانون لا، بس بالمونه وبصداقتك وعلاقتك الحلوه مع الاداره انه ليش غليت. طب الاولويه بدور شو المبرر لتغليه الكوستيم السنه؟ اولويه دوركم شو هو؟ لوين؟ ليك بالقانون، بالقانون بالقانون يا ريت نحن بنراقب الموازنه ومنوقع عليها، إذا ما وقعنا مرة عليها مرة واحدة بكانون، نعم، إذا ما وقعنا عليها بتروح على وزارة التربية، ما عليها توقيع الهيئة المالية يعني؟ أو رئيس لجنة الأهل، مفروض يصير في أوديتينج، ولا مرة صارت، وراح موازنات مش موقعة على وزارة التربية ومن بعد كتب وما رأيت. عادي عادي إيه؟ بيرجع في عنا كمان بالقانون، نحن بنبدي رأينا، شوف يعني شوف إنه ما كمان نحن منبدي رأينا، بيرجعوا بيحطوا لك هيك سطر صغير يعود للإدارة وحدها أن تتخذ القرار الذي يراه بعد كل شيء كتب. إيه عبارة وحدة تختزل. إيه هيدي عم نحكي عن الأشياء المتعلقة بالأمور الأكاديمية. نحن حلمنا للحقيقة أنه هيك يصير في لوبي للجان الأهل ونصير عن قوية لدرجة أنه نقدر نفرض بعض التغييرات بالقانون 515. بالنسبة للآيباد شو بتقولي؟ بالنسبة للآيباد هيدي كمان مسألة خلافية، لأنه في مجموعة من الناس بتعتبر أنه لازم تحافظ على الكتاب، لازم تحافظ على ثقافة الكتاب بين إيديك. فنحن عملنا دراسة بمدرستنا، نحن عملنا هالمبادرة وعملنا دراسة، تبين أنه مش كل الكتب موجودين على يعني موجودين إي بوك بيقولون. الكتب يلي بيجوا من برا فيك تاخدون إي بوك، بس في كتب منشورات لبنانية منن موجودين. هلأ لوين بيوصل التطور وقدي فيك تمنعوا هالتطور من أنه يكون سريع أو هيدا، ما فيك تعرف الأيام الجاية شو جايبة. بس في مدارس معتمدة مش 100%، مش موجودين 100%. لأنه عمليا مش موجودين الكتب كلهم إي بوك، مش موجودين. وعملنا دراسة عن الكلفة وإلى آخره، وعن بتخف تقل الشنطة، وجع الظهر، يعني إلى حسناتها. وأصلا أنا بنظري أنه في كتير إشي عم تسبقنا، خاصة التكنولوجيا، يعني منا راجعة لقلنا أمتى بيوقف الكتاب. بتخيل هال ممكن التكنولوجيا يعني ماشي كتير ممكن بسرعة. بتخيل مثل كل شيء، يعني في كتير إشي، حتى الجريدة حل محل الآيباد، ما هيك؟ يعني إذا عم نحكي كتاب إعلام. هلا في كمان بحب احكي مثلا عن التربيه، قديش الاهل عم بيعانوا بتربيه اولادهم بسبب الانفتاح والاطلاع على الانترنت والتاثر بالثقافه الغربيه. بدنا نشوف اكاديميا قديش عم تتطور المدارس. للاسف مجبورين نحن نحكي بس بالموضوع المادي، لانه نحن ببلد بنصرف اكثر ما بنطلع بكل شيء. رح نتابع معك إذا بدك تسمحي لي ميرنا خوري، رئيس اتحاد لجان الأهل بالمدارس الكاثوليكية كسروين الفتوح وجبيل، ولكن بعد فاصل مع الإعلان. بريكم نرجع. منتابع معكم مشاكل واحد الأول عبر تلفزيون لبنان. ست ميرنا، اليوم اللي كنا عم نحكي يتمحور بعنوان واحد، زيادة الأقساط والكتب. الكتب وضحناها، ولكن بالعودة إلى الأقساط شو بتحبي تقولي بصراحة؟ هلأ أنا عم بحكي من منطلق لأنه نحن متهمين كلجان أهل، من هيك متهمين ب بعتقد أنه ما عم نقوم بدورنا، من هيك عم وضح لك شو اتهم واحد بس؟ لا في كتير، ما بيأثر، منحمل والحمد لله عم نقوم بدورنا. أوكي. من هيك وضحت أنا أكيد موضوعة مثل كل الأهل بزيادة الفورنيتور، خلينا نسميها القرطاسية، والكتب، ولكن هيدي ما بتدخل بدور لجان الأهل. هيدي صرخة عامة من كل الأهل، مفروض تكون وتتحرك. وين الدولة هي بيقولولها؟ هبقول وين اللجان؟ ايه وين اللجان؟ هلا بما يختص بدورنا اللي نابع من القانون، اللي هو مراقبة الموازنة، دراسة، تعملوا جولات على المدارس هون هون بصراحة. نحن كاتحاد نحن 27 تقبضوا؟ يا ريت يا ريت عم تكلفنا شوي هالشغلة. تدفعوا أقساط؟
معلوم قبل غيرنا لانه بنستحي انه حدا يقول يي تاخروا، عرفت كيف؟ لانه ما في حدا بيعفي، ما في حدا بيعفي، يا ريت والله، لانه بتصير تدفع قبل غيرك انه بصيروا كلهم يعرفوك وهيك، وما بتحب تتاخر. لا اكلينا اكلينا اكلينا. قولي لي عن جولتكم وقت اللي بتعملوها على المدارس، على اي اساس بتفكروا يعني تعملوا جولات؟ وهل الجولات تشمل ساحل جبل؟ ايه هون نحن اتحاد لجان الاهل المدارس الكاثوليكيه كسروان الفتوح جبال، نحن عندنا 27 مدرسة أعضاء بالاتحاد. نعم. أوكي؟ 27 هلا بالإضافة لهالشيء، إيه بالمنطقة كم طالب يعني؟ ما فيك تحسبهم هيك، إيه نعم. هلا بالإضافة لهالشيء نحن عندنا وظيفة ثانية اللي هي منسئين المدارس الخاصة بلبنان، يعني نعم بالظروف الصعبة وقتها كانت عز المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب إلى آخره، كان في اتصال مع كل المدارس. وهلا مش بعزة؟ لا هلا هيك هديانين شوي، الله يستر إمتى ترجع بتقب قريبة بقى مثل ما الله بيريد. نعم. بقى كل ساعة. ففي تنسيق مع كل المناطق، يعني في منسق بالمتن، منسق ببيروت، بطرابلس، بغرتا، بزحلة، في منسقين بكل المناطق، بنجتمع عند الضرورة لحتى نشوف شو الهواجس المشتركة، وبشكل عام بتكون هواجس اقتصادية مثل ما حكينا. هلأ بالجولات يلي بنعملها على المدارس بنطلع على الجرد مثلا، خلينا نقول كفر دبيان أو أثاثر، بتشوف في مدارس صغيرة فيها 600 و700 تلميذ، عن جد بيطلع من قلبها كرات فيه يساعدهم ووقف حدهم تيضلوا واقفين، لأنه بمناطق بعيدة. هيدي شغلة كتير مهمة. هلا اذا استاذ طلال عم يسمعنا بنبص فيها الخبريه، لانه هو مع انماء المناطق حسب ما بعرف. نعم. ففعلا لما بتشوف مدرسه صغيره بمنطقه نائيه بتقول يا ريت في يوقف حدا تضل واقفه وجامعه هالولاد، وتجي على الساحل اكيد في مدارس كبيره ومرتاحه، بس انا بعرف انه بيدعموا بعضهم. طب اذا 12 مليون ب 600 طالب كثير منيح. ايه يدلنا على المدرسه لننقل اولادنا، الله بيرضى عليك. ايه هلا لاقول لك شو مبرر الزيادات. شو مبرر الزيادات؟ نحن حكي ابونا عن القانون 515. هو القانون 515 هو اللي بيوضح من شو بتتالف الموازنه، بتتالف من 65% رواتب واجور. هيدي اللي قلتي بلشت تتغير. بلشت نتيجه تتغير متابعتكم ومراقبتكم. 100% وانا واثقه 100% من اللي عم قوله، لانه برافو صارت على مدى سنتين. برافو يعني. برافو. هلا شو اليوم شو مبرر الزياده؟ لما بيجوا بيقولوا السنه في زودات ولا ما في زودات؟ مبدئيا مبرر الزياده هو القانون. نعم. يعني اليوم في عندك عن اي قانون عم نحكي؟ نعم. القوانين اللي نعم بتصدر يلي بتلحيه، هيدي القوانين اللي صدرت تباعا يلي تضمنت زيادات على الاجور. نعم. لما بيصدر قانون بيرتب زياده على الراتب او على الاجر، بده ينعكس زياده على القسط، مش رح تدفع على المدرسه من جيبتها، بدها تقسمها على القسط. فالقانون اللي بيطلع هو مبرر للزيادة عادة. هون على لجنة الأهل تراقب إذا عم يتطبق صح. يعني لما سنة الماضي اللي قبلها عطوا سلفي على غلاء المعيشة، لما انعطى القطاع العام 200,000 سلفي، في ناس عطوها نسبية حسب المعاش، طلعت أكثر ببعض الأحيان، هيدي هي يعني. لما انعطى سلفي على غلاء المعيشة اجوا مثلا قالوا نحن في عنا 200 استاذ، رح نعطي كل استاذ 200,000 هالقد، بنقسمها هالقد على القسط. اوكي؟ باعتبار سلفي، باعتبار انه سلفي اعتبار. فاذا في مبرر، يعني بيكون في مبرر قانوني للزودة. في زودة ثانية اللي هي انه كل سنتين بياخذوا الاساتذة درجة، هلا للحقيقة هي درجة هزيلة كقيمة. قيمتها قد ايه؟ بركي شي 50-75,000 هيك شي، هزيله هزيله للحقيقه، ما بعرف شو قيمتها الحقيقيه، بس انه هيدي كمان بترتب زوده معينه كثير خفيفه. يعني كل سنه في مجموعه من الاساتذه عم ياخذوها للدرجه، ما بياخذوها كلهم بيتحملوها الطلاب، هيدي سبب للزوده. ما عم اقول انه لازم هيك يصير، بس لك شو اسباب من مسببات الزوده. نعم. فاذا القوانين والدرجات وهي التحسينات بالمدرسه. يعني اليوم اذا بركي ما بعرف صار في ضرر كبير بملعب واضطروا انهم يعملوا ملعب جديد، هيدي انه ترميم وعدة الصيانه، يعني مثلا عم بعطي امثله هيك عشوائيه. ففي لازم يكون لجنه الاهل لما بتدرس الموازنه بيجوا بيقولوا لها في زودي 200,000 على القسط، طب تعي فرجيني ليش في زودي 200,000 على القسط، شو المبرر؟ في حق، هيدا دوره لجنه الاهل، هيدا دوره. اذا قلتوا لا ما بنمضي وبتروح على وزارة التربية، وبتمشي مش ممضية وبتمشي. هلا بعد بدي أقول لك شغلة كمان،
لما صار فيها الضغط الاقتصادي بالبلد كله بكل القطاعات ومن ضمنها بالقطاع التربوي بطلت تتنفذ ال 65 35، يعني شو بتجي بتعمل المدرسه؟ بتجمع لك رواتب الاساتذه والمعلمين، بتعمل قبالهم 35% هيدي نفقات، لا ما فيك تعملي 35%، ما بتعوزيهم لل 35% على هالمبلغ هيدا، ففعلا نتيجه مراقبه لجان الاهل صارت عم تنزل لل 35%، هي شغله كثير مهمه. وبعد في شغله سوري برافو، لا برافو 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 ما هيدا دوري. بعد في شغله، اذا صار في زياده على القسط مش معناتها حكما لجنه الاهل اخطات وما قامت بدورها، مش صحيح. يعني اذا زاد القسط يعني نحن مخطئين، مش صحيح. في اوقات بيكون في مبرر، وانا باكد انه في مدارس ملتزمه وفي لجان متابعه وفي مدارس اكيد بتطلع برات الخط. طب اليوم سؤال بديهي، يعني مع وجود النازحين السوريين عندنا كثير من المصالح يعني حتى الطبية كان عم ينشكى وبيقول انه عم نتعرض نحن الى غزو، انجاز التعبير لهذه الكلمة التلطيفية، انتم واجهتوا شيء ولا لا؟ لا ما حدا اشتكى، تعليمي لا لا ما حدا اشتكى من الموضوع ابدا، ما حدا لا 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 انا اتليست عندنا نحن بالاتحاد ما وصلنا اي شكوى بهالاطار هذا. وكم نسقية قلتي لي انت منسقة كمان بباقي المدارس؟ لا ما حدا اشتكى من هالموضوع. فكرك انه المعلمين يعني نعم. عم بيصير في عندهم منافسة؟ لا، او حتى في عندنا تنسيق مع هيك بعض القطاعات المعلمين؟ لا ما حدا تطرق لهالموضوع. ان شاء الله يضل هيك ان شاء الله يا رب. الناس اللي عم بيتابعونا هلا، حضرتك انت كرئيس اتحاد، كيف ممكن يتواصلوا معكم انتم؟ هل التواصل يعني مع لجان الاهل بالمدارس بيعفيهم عن التواصل المباشر مع رئاسه الاتحاد ولا هي ذاتها؟ ليك هلا نحن اللجان يلي هن اعضاء بالاتحاد نعم. في تواصل دائم 27 قلتي لي 27 نعم 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 في نعم. تواصل دائم معه، خاصه الهيئه الاداريه، وفي شغل انه ما في شكوى بتنام هون ما بتوصل لعندكم او تعالج بالطريق الصحيح. هلا بدي اقول لك شيء، نحن بعدنا نعم. خلقانين جديد. يعني نحن يعني؟ الاتحاد عمره 4 سنين، يعني نحن بطور هيك يعني عند اثبات الذات اذا بدك واثبات الدور فعلا. يعني نحن كثير بنزعل مثلا في كثير مطارح بيكون في افترض بوزاره التربيه ممثلين عن المعلمين، ممثلين عن المؤسسات التربويه، ما بيكون في ممثلين عن الاهل نعم. لانه نحن مش نقابه مثل نقابه المعلمين عمرها عشرات السنين، فنحن عندنا معركه وجود. يعني هلا كيف علاقتكم مع نقابه المعلمين؟ هلا ما في احتكاك مؤخرا، بس عم اقول لك نحن طرحين هالسنه مسميينها سنه الايجابيه لنشوف شو بنوصل. انه دخلك يعني اذا زاد معاش الاستاذ ضروري نزعل نحن؟ انه مش صحيح هالحكي، يعني مش صحيح، هذا شيء ما بيزعلنا. طب اليوم انتم كلجان اهل التحرك اللي بدهم يقوموا فيه المطالبه بسلسله رتب والرواتب، هلا نحن بندعيهم من خلالك انه يتصلوا فينا لننسق نحن وياهم، بركي في شيء قاسم مشترك. ما حدا اتصل فيكم بعد؟ من نقابه المعلمين؟ لا، ما كان في اجتماع الاسبوع الماضي في بادوفا، نقل من فرير الجميزي ما قبلوا بالفرير، نقلوه على البادوفا. بقى هو سؤال بديهي انه هل قد الصدور ضيقه؟ ما حدا بده يسمع حدا؟ نحن حقيقه بنحب انه يصير في تنسيق نعم. لانه يمكن يكون الواحد مفكر انه انت عدوه، وبالنتيجه يكون في شيء انت كثير فيك تساعده فيه يعني نعم. ونحن عائله بالاخر، يعني اسمها عائله تربويه. طب للاصدقاء اللي عم بيتابعونا هلا بدهم يتواصلوا معكم، بيتواصلوا مع اللجان؟ اللي كنت عم اقول لك اياه، هلا ذكرني اعمل دعوه للاهل كمان. تفضلي، لانه احنا صرنا على النهايه. اوكي، اعملي دعوه. انا بدعي الاهل كلهم، هلا نحن شوي بلبنان معودين ننق وما نقوم بدورنا، وهالشيء بينطبق على المدارس. شفنا بالريبورتاج تيدي قال انا لثالث سنه ما بنتخب. ايه توتافي. هلا بنروح على الانتخابات بلجان الاهل، تقريبا 90% من اللجان بتطلع بالتزكيه، مش لانه بيبقوا متفقين مع الاداره، لا هم ما بيدفعوا قسطات اولادهم، لا لانه ما بيكون في ناس كفايه مرشحه. اوكي، فهلا نحن بالسنه الجديده باول تريمستر من السنه بيصير في انتخابات، هي كل 3 سنين، هو الماندات 3 سنين، ولكن باول تريمستر بتصير الانتخابات. بدعي الاهل وبترجاهم يترشحوا وينتخبوا ويقوموا بدورهم، يغيروا ياخذوا مطرحنا ويشوفوا شو هالمسؤوليه. هيك بدي؟ ايه.
ياخذوا مطرحنا ويشوفوا شو هالمسؤولية وشو هالحمل وقديش عن جد الواحد بيتعب. بس برجع بقول لك نحن بالقانون عندنا معركة كمان لحتى تزيد حقوقنا. هلا قلنا نحن بكانون انتم بتطلعوا كانون ثاني بتطلعوا انتم على الموازنات المدرسية، يعني إذا في من بوادر بالزيادات لأنه يعني أبونا قال لا أنا ولا الوزير ولا أنت ولا هو ولا حدا، لحد معين معه يعني بكانون شباط بنعرف إذا في زودات؟ إيه لحد معين معه حق، لحد كبير معه حق بير عزار، وأنا بحييه وبحيي تعاونه لأنه هو شخص متعاون جدا للحقيقة. يعني لما بتتصل فيه بخصوص مشكلة بمدرسة أو شيء جدا متعاون. إيه فعلا. هلا بعتقد انه مثل ما قلت لك مبررات الزياده الكبيره منا موجوده حاليا، يعني ما في تشريع بيقول انه ما في للحقيقه. هلا بنشوف كل حاله بحالتها، ما فينا نعمم. انا بدي اشكرك ست ميرنا، بدي اقول لك عبر مشاكل وحلول اهلا وسهلا فيك، بهمنا نتواصل دائما لحتى نحاول قدر المستطاع وبالفم الملآن ننقل الحقائق والشكاوى والمعاناه على قساوتها ومرارتها. مثل ما قلت لك انا بالريبورتاج يعني كان شوي قاسي، ولكن لحتى نكون شركاء بتوصيف الحالي يلي الناس عم يشكوا منه، وانت صدرك رحب جاوبتي بما عليه من واقع. انا بدي اقول لك اهلا وسهلا، احنا دائما معك بنكون مرتاحين. تسلمي لي، شكرا لك. اذا اصدقائي ضيفتنا لليوم كانت رئيس اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكيه كسروان الفتوح وجميل ميرنا خوري، ومعها بننهي لقائنا لليوم، تنلتقي معكم بكره بحلقه جديده. الى اللقاء.